دور السيد العضو الدكتور جمعان الحربش. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يقول الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا شك أن مقام النبي عليه الصلاة والسلام هو مقام عظيم لما بذله لهذا الدين، فقد أوذي في الله وحوصر وطارده الصبية في الطائف حتى أدموا قدميه، فأنزل الله عز وجل عليه ملك الجبال، قال: يا محمد إن أمرتني أطبق عليهم الأخشبين. قال: كلا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. مقام النبي عليه الصلاة والسلام مقام عظيم جدا، وقد بذل الصحابة رضوان الله عليهم ما عليهم تجاه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما حوصر في أحد وحاصره المشركون وكاد أن يقتل، قال صلى الله عليه وسلم: من يردهم عنا وله الجنة؟ فتقدم 7 من أنصار النبي صلى الله عليه وسلم حتى استشهدوا بين يديه. وهكذا ورثت الأمة محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما توفي قال في حسان بن ثابت: ما بال عينك لا تنام كأنها كحلت مآقيها بكحل الأرمدي، جزعا على المهدي أمسى ثاويا، يا خير من وطئ الحصى لا تبعدي، وجهي يقيك الترب لهفي ليتني، غيبت قبلك في بقيع الغرقدي، بأبي وأمي من شهدت وفاته في يوم الاثنين النبي المهتدي، فظللت بعد وفاته متبلدا متلددا، يا ليتني لم أولدي، أقيم بعدك بالمدينة بينهم، يا ليتني صبحت سم الأسود، أو حل أمر الله فينا عاجلا في روحة من يومنا أو في غدي، يا بكر آمنة المبارك بكرها ولدته محصنة بسعد الأسعدي، نورا أضاء على البرية كلها، من يهدى للنور المبارك يهتدي، يا ربي فاجمعنا معا ونبينا في جنة تثني عيون الحسدي، في جنة الفردوس فاكتبها لنا يا ذا الجلال وذا العلا والسؤددي. الأخ الرئيس، لا شك أن هذه الإهانة توجب تطبيق الحد الشرعي، لذلك قدمنا قانون ونريد أن يخرج بالإجماع على من يتطاول.